دسوري نافي خدي بيان صحفي توضيح موقف إلى كافة المؤسسات الحكومية الرسمية وجميع البعثات الدبلوماسية والدولية والمؤسسات الإعلامية والمدنية في العراق. الموضوع مراسم إحياء الذكرى العاشرة للإبادة الجماعية للأيزيديين مع اقتراب اليوم الوطني للإبادة الجماعية للأيزيديين الذي أقره البرلمان العراقي المصادف 3 من شهر آب من كل عام، حين ارتكب تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام داعش جريمة الإبادة الجماعية، حيث يوافق هذا العام الذكرى العاشرة. تتأكد لدى الجميع حقيقة مريرة، وهي أن الإبادة مستمرة بسبب استمرارية معاناة شعبنا وقساوة تداعياتها، سواء كان في المخيمات النزوح أو في سنجار أو واقع اللاجئين اليزيديين في جميع أنحاء العالم. لذلك قررنا نحن شرائح المجتمع اليزيدي من ذوي الضحايا والمؤسسات المدنية والثقافية والدينية والسياسية والعشائرية والاجتماعية أن نقوم بإحياء هذه الذكرى بشكل موحد في يوم 3 من آب 2024 في سنجار وليس في مكان آخر، وتحديدا في موقع النسب التذكاري للإبادة الجماعية للأيزيديين. نظرا لخصوصية هذه الذكرى ولأجل إيصال رسالتنا الموحدة إلى العراق والمجتمع الدولي، لذا ندعو كافة الجهات الحكومية والدولية والمحلية للمشاركة في تخليد الذكرى الضحايا والاستماع إلى الرسالة الموحدة للمجتمع اليزيدي من مكان حدوث الإبادة الجماعية. كما قررنا عدم المشاركة في تنظيم أي فعاليات أو نشاطات أخرى عدا هذه الفعالية في داخل العراق، لكي يكون المشاركة في تنظيم أي فعاليات أو نشاطات أخرى هذه الفعالية داخل العراق، لكي يكون هذا الحدث الوحيد الذي يعبر عن المجتمع الإيزيدي بكافة مسمياته. الهيئة التنظيمية لإحياء الذكرى العاشرة للإبادة الجماعية للإيزيديين، سنجار 25 حزيران 2024.